فهو كيلعب الان في المنتخب ديال يو 19. لعب وضرب راسي وهدف، هدف ثاني لفريق النهضه البركانيه، هدف ثاني لفريق النهضه البركانيه. ضيق الممرات وبالتالي الهم الكبير ديال فريق شباب اطلس سخنيف راه هو الدفاع على المرمى ديالو، ما خداش المبادره للامام. نعم، اذا حتى الان وفي ظرف 25 دقيقه شاهدنا هدفين فريق النهضه البركانيه. الهدف الاول بواسطه لاعب